بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، الحقيقة هناك بعض المفاهيم ينبغي أن نصححها، وبخاصة موضوع البحار. العلماء يعتقدون أن البحار نشأت بالمصادفة، فالماء خرج من باطن الأرض وشكل هذه البحار بشكل عشوائي. نحن نرى الآن هذه الأمواج محسوبة بدقة، شدة الرياح محسوبة بدقة، كثافة الهواء فوق هذه الأمواج محسوبة بدقة، قوانين الجاذبية، درجة حرارة الشمس، رطوبة الهواء، حجم الغيوم ومقدار الغلاف الجوي. يعني هناك أحبتي في الله حسابات دقيقة جدا تتعلق بموضوع البحار. فلا يمكن أن نقول إنها نتيجة تصدعات مفاجئة عشوائية، خرج الماء من الأرض واختلط هكذا بالصخور وشكل هذا الماء العجيب وهذه الألوان الرائعة. لا يمكن أن نقول ذلك أيها الأحبة. الشيء الثاني الذي أود أن أنبه له من يدرس علوم البحار وعلوم الطبيعة، يا أخي لا يوجد شيء في الكون جاء بالمصادفة، رجاء اعلموا هذه الحقيقة. نحن ندرس العلوم بشكل خاطئ، نحن ندرس علوم الفلك وعلوم الأرض والجيولوجيا وغير ذلك، ندرسها بشكل خاطئ، لأننا دائما نقول البحار تشكلت نتيجة كذا، والكائنات تطورت نتيجة كذا، والنباتات نشأت نتيجة كذا، والشمس نشأت هكذا بشكل عشوائي، والأرض كانت عبارة عن غبار ثم تكثف هذا الغبار بشكل مفاجئ وأعطانا هذه الروعة وهذه الدقة. هذا الكلام أيها الأحبة يروج له العلماء الملحدون. لماذا؟ ليقولوا لك لا يوجد إله للكون. تصور أنا الآن لو قلت لك هذا الموبايل لا يوجد له صانع، وجد فجأة، هنا وجدته فجأة، عبارة عن كمية من المواد التحمت مع بعضها وشكلت هذا الجهاز، وبشكل مفاجئ نشأت شبكة إنترنت ونشأت هذه التكنولوجيا، وأصبحنا نتواصل مع بعض بهذه التكنولوجيا المتطورة، وكل شيء نتج بالمصادفة. هذا لا ينبغي لإنسان عاقل أن يقوله أيها الأحبة. لذلك رجاء عندما تدرسوا العلوم يجب ألا تغفلوا الصانع. الصانع شيء أساسي. يعني أنا إذا جئت بأي شيء أيها الأحبة، هذا المايك الذي أتحدث به، هذا هناك شركة صنعته، لا أستطيع أن أغفل اسم هذه الشركة. هذه خيانة علمية، عدم أمانة علمية أيها الأحبة، أنني أنكر من صنع هذا الشيء الصغير الذي لا يساوي شيئا أمام ذرة رمل. ذرة الرمل فيها تعقيد أكثر من هذا على فكرة. فلذلك أحبتي في الله يجب ونحن ندرس هذه العلوم أن نقول إن الله هو الذي خلق، وهو الذي طور، وهو الذي أبدع، وهو الذي جعل هذا التوازن في الكون. وأتذكر معكم وأختم هذه الآية الكريمة: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم.